إذا مشاهدي متابعي قناة فيس بريس، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر هنا بمدينة فاس. مشاهدينا الكرام، غادي نحاول ما أمكن ندير واحد الجولة بعد التساقطات المطرية وهذه العاصفة المطرية اللي دازت، نحاول ما أمكن نشوفوا البنية التحتية لمدينة فاس. واش مدينة فاس والمسؤولين ديال مدينة فاس ضاربين الحسبة الشتا بدا الأزبال ها هما هادو قبالتنا؟ لعلك تخمم. نحاولوا نشوفوا فاس واش موجدة. شوفوا الزبل، حاولوا ما أمكن شوفوا، شوفوا الزبل فين مليوح، كي مليوح. بعد هاد الشي اللي طاحت نشوفوا شنو واقع. نهبطو نهبطو جيت مفتوح عند طلعو جيت سونترفيل باش نشوفوا الوجهين، واش الجهة اللي ديال الطبقة الشعبية دارتها هي يضرب لها الحساب، الطبقة المتوسطة واش يضرب لها الحساب، والطبقة الله ييسر لهم هادوك مضروب لهم الحساب فعلا. هركلتي دلما ها هما على كتخمم. كنتمناو تبارطاجيو هذا المباشر، الله يجعل هذا الشاء يعطينا على قد نفع يا ربي. بعد هاد الطريق ديال الهبطة دويسلان حنا هابطين فيها، بدات كتهبط فين المشكل ما نعرف، حنا نوصلو حداها ربما بالليل ما عاديش تبان، ولكن فاش غنوصلو حداها غنقول لكم هاد البلاصة بالضبط. البلاصة هي هادي، هاني هنهبطو فيها، هي هادي بالضبط، داتك الأرض هبطات، شنو هو الحل ما نعرف، ضروري عادي تزيد تهبط، لأنها هاد الطريق هادي كيدوز من الحديد الكبير. وصلنا هذا الشطر الثاني ديال طريق ويسلان اللي تقريبا واحد 90% وجد، مازال غير الضو اللي ما تشعلش فيه. نشوفوا الجلسه ديال الماء اللي كانت هنا نقطه سوداء واش ما بقاتش، كل شفافيه وكل مصداقيه. نشوفوا هذا الشيء هنا، كانت هنا في هاد البلاصه هادي كانت كتكون قلت هاد الماء، والله الا مازال. ها هي خوتي، ها حنا في قلت هاد الماء، ها هي الاخوان البلاصه حدا دار الوليدي فين كانت قلت هاد الماء، وكان كلشي كيهضر عليها وكلشي كيتكلم عليها، مازال لقى هنا نرجع، مازال قلت هاد الماء البلاصه حدا دار الوليدي. نحاول ما امكن نضرب الضو، ها هي هادي الطوموبيلات كيدوزو، المماتر شوف مساك المماتر كي كيدوزو، ها هما هادو مازال القلاع الجلسة ديال الماء تما، مازال الجلسة ديال الماء. ها
هما الطوموبيل، هاد الطوموبيل غادي تدوز تشوفوا، هاد الطوموبيله جايه شوفوا على ضياد الماء، الموتر ما يقدوش يدوزو، يعني الثمره اللي تضربت في هاد البلاصه هادي والفلوس اللي تخسرت مازال نفس المشكل، مازال اللي قلت هاد الماء هنا فاش كيبغي يقطعوا الطوموبيل الموتر ولا الطوموبيلات مازال المشكل قائم، مازال المشكل كاين، رغم صعوبه الطريق رغم كلشي ما عرفناش واش الديفو في المهندس ولا في العامله ولا في الشتا ولا وحتى هنا، حتى هنا قلت هاد الماء، هنا ما عمرها كانت قلت هاد الماء حيت ما كانش تروطوار، كانت هاد البطاقه كتهبط للجنان النيشان، دابا هاياك عاوتاني قلت هاد الماء. نحاولوا نمشيو الرون بوينت مفتوح، الشتا مازال الحمد لله كطيح، الله يرحمنا، اللهم سقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين يا ربي، ويجعلها بالرحمة على هذه الأمة بالازدهار إن شاء الله. ها حيوطة، ها المهابط، ها احنا، احنا بدينا كنشوفوا هادشي، الشتا حبست بقى غير شي قطيرات والقلاتي د الماء، شوفوا 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 شنو هابط مفتوح اخوان، شوفوا هذا الموتور مسكين، شوف شوفوا هذا الموتور شنو هابط، شوفوا الاخوان شوفوا شوفوا الطوموبيلات والموتور مسكين وحل، فينكم المسؤول شنو الماتر مساكن عندهم ليسانس، وقفوا لهم وقفوا سكتوا لهم الماتر، فينكم المسؤولين، اخرجوا ضربوا شي دويره في هذا الليل تشوفوا فاش شني فيها، ضروري بصراحة خص المسؤولين يخرجوا في هذا الليل، المنتخب اللي تضعات فيهم الثقه يخرجوا يشوفوا شنو واقع في مدينه فاس بالليل، من بعد هذا الشتا شنو واقع، شنو هما الاستعدادات للشتا، شنو واش هاد القواعد تسرحوا ما تسرحوش، شوفوا عباد الله شنو واقع، شوفوا الطوموبيلات فين غاديين في الماء، شوفوا الموتور، شوفوا مول الموتور، شوفوا مول الموتور، شوفوا الحجر هابط، واش القوات الواد الحار تنقاو باش توجد الشتا ولا لا، المسؤولين خصهم يخرجوا يشوفوا شنو واش تفقدوا، وراه وضعت فيهم الثقه خصهم يخرجوا يشوفوا شنو واقع في مدينه فاس، واش مسكين هاد بقى هاد مدينة فاس مسكينة جميع المصائب فيها، لا بنية تحتية مسجدة، لا نظافة، لا نقل، شنو ما كنلقاو ما نقولو، الواقع هو هذا الناس كيشوفوه، ما كنعطيو حتى حاجة من عندنا، الواقع كلشي قبلت هاو قبلت، هاهي الشتا طاحت هاو كلشي كيبان.
المسؤولين ما عرفناش فين واش راهم ناعسين ولا راهم كيدوروا كيتفقدوا حتى هما. وهذه اللي من المستبعد. احنا خوتي اللي بغى يعوم، انا من هنا كتبان لي الجلسه، هذا مفتوح خوتي، شوفوا الروم بوينت مفتوح، شوفوا الروم بوينت مفتوح، والله تنولي نعاود ندور فيها، والله تندور. الماد الشا فين عتمشي؟ الماد الشا فين عتمشي؟ فوق ما كطيح الشا هنايا في هاد التقويس دابا مفتوح، كتولي هنا كارثة، كتولي هنا كارثة. شوفوا واحد مول الموتور، شوفوا مسكين واحد مول الموتور، حنا ندوزو حداه، شوفوا واحد مول الموتور راه فيهم. شوفوا اخوتي، شوفوا الطوموبيل فين غاديين، شوفوا الطرطور ما كيبانش بالماء، الطرطوار ما كيبانش بالماء، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. هاد الرومبوان هاد الروم ما كاينش قادوس هنا، ما يمكنش. ضربوا الرومبوان ونطلعوا دابا لسونتر فيل. خليكم اولاد الشعب، هبطوا نقاو ديك الشي راسكم، هبطوا خملوا القوادس راسكم الا بغيتيو تعيشوا مزيانين. اما هذوك اللي انتخبتيوهم راه ناعس مغطي. كيفاش بغيتي المدينه تكون زينه والنص في المنتخب في اللي انتخبهم الناس فاس راه في الحبس؟ كيفاش بغيتي هادشي يكون زين؟ ولا حول ولا قوة الا بالله، الله يهدي ما خلق. الله يهدينا جميعا، الله يهدينا جميعا، اش ما نقولوا. الله يجيب اللي يحن على هذه المدينة مسكينة. هابطة دويسلان، شوف شتو هابط من ويسلان، من ويسلان الفوق هابط بحال ما كاينش القوادس. شوف بحال ما كاينش، شوف الماء غادي وكتلقى الكلاتي ديال الماء، القوادس ما كاينينش. ها قادوس هو مسدود، والله الا قادوس هو مسدود، هو كيلوح الماء، قادوس هو كيلوح الماء، هو كيخرج الماء. شوفوا هنا، شوف ها قادوس، ما هو قادوس، ها هو نوقف قبالتو، ها هو ها قادوس، هذا قادوس، نحاول نستعملو، مسدود بالزبل، ها هو مسدود، ما كيهبطش الماء، جلسة الماء أنا واقف فيها، هذي جلسة الماء اللي واقف فيها. ساكن صحاب المواتر الله يكون لهم في العوان، طرق الخبز صعيب، الله يعينهم على وليداتهم، اللهم سالي يديهم سالمين ويرجعهم وليداتهم غانمين ان شاء الله يا ربي.
غادي مزيان. بدينا عاوتاني نوصلوا للكلاتي. صراحه قبل كطيح هاد الشتا كيتخملوا القوادس وكيتسرحوا القوادس، الا كان فيهم طاح شي زبل كيزول، ولا كان حاشاكم بعدا الا كطاح شي حاجه تزول، ولا الناس كتجي الشارع خص الما يمشي ما يوقفش. مدينة فاس راه تبعها السحق بزاف، كأس إفريقيا 25، كأس العالم ديال 2030، راه ما يمكنش هاد الشيء، هذا العبث هذا. شوفوا البلاصة اللي بدات فيها الأشغال، شوفوا عاوتاني حريرتها هاديش كيفاش دايرة عاوتاني. الامور غادي مزيان لحد الساعه، مزيان التشوير كاين الحمد لله، كلشي امور غاديه على ما يرام. الله يسخر، اللهم يسر وبارك. مع سنترفيل مزيان لحد الساعه، الامور مزيانه، سنترفيل مزيان، ما كاينش الماء، القوادس مسرحين، الماء ما كاينش في الشانطي، طاحت الشتا، كان بعد شي كليتات ولكن هذوك ماشي مشكل، ربما يكون قادس واحد ولا جوج مخنوقين شي بس ما كاين، ربما بالحمله ربما، ولكن باش يكون كل شيء هذا لا يعاقب. شوف الفرق بين الاحياء الشعبيه والسنترفيل، هذا هو الفرق. هذو خدامين مقادين شغيلاتهم، قويتات مسرحين، الاحياء الشعبيه يسرحوا على راسهم. بطبيعة الحال حنا ما كنعموش كلشي، كنعمو اللي عنده شي مسؤوليه وما كيقومش بالواجب ديالها كما خصو يقوم بها. هذيك واحد الامانه على العاتق، اي شخص نزلت له امانه على العاتق ديالو ووضعوا فيه الناس الثقه باش يكون اهل لذاك الثقه وما كيقومش بداك الواجب، وعند ربكم تختصمون. علاش ما تكونش الهبطة ديال ويسليان ديال طريق صفرو اللي عاد صوبت على باب مفتوح ما تكونش مصوبه بهكا،
ما كنقولوش بهذه الجماليه ولكن بهذه الكاليتي. يعني القوادس مسرحين، كلشي مسرح، كلشي مقاد، ما كاينش الشتا، ما كاينش قاسد الماء. احنا في فاس، ما خرجناش على فاس. الا كان هذا المجال الحضري وهذاك المجال القاري، والله اعلم. هانتوما الشبه مفتوح، غارقه بالماء، طريق دوسنا عاد تصوبت غارقه بالماء، ما عرفناش شنو الفرق. مشينا من الاول فاش بغيت نخرج قلت لكم غادي نهبط لهنا ولهنا ونشوفوا الفرق اللي كاين، الفرق اللي كاين. الدنيا حيت اطلس كاين لا شتا لا والو. اذا مشاهدينا الاعزاء كنشكركم على المتابعه، والى لقاء اخر. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.